شن طيران التحالف الدولي ضربات جوية مكثفة على مواقع لتنظيم داعش في مدينة راقة السورية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هذه الغارات تأتي مع استمرار اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي في المحورين الشمالي والشرقي من مدينة راقة. ومن جهة أخرى، فرت مئات العائلات من مدينتي البوكمال والميادين في دير الزور على وقع ضربات طيران التحالف الدولي التي أوقعت عشرات القتلى من المدنيين خلال الأسبوع الماضي.